تفضل حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك يا كابتن نجف؟ حبيبي كل الهلا. والله احنا الصراحه فقدناه هوايه. الله يسلمك. يعني حتى مباراتنا صارت منحوسه لان الوجه الحلو راح عنها. شلون؟ يعني لعبك واقول لك عين المباراة يعني خللها يعني واضح يعني ولو هم اللاعبين كلهم ما قصروا لكن انت يعني هواية يعني اثرت علينا. غيابك عن مباراة المنتخب الأخيرة. نعم شكرا حسين. بتمنى على مشاهدينا اللي عم يتصلوا فينا أنه يعني نحن بنتشكرهم سلفا على تحياتهم إلي ولنشأة وللشباب اللي معنا بس بتمنى أنه دغري نفوت بالموضوع كسبا للوقت. علي من العراق مساء الخير. علي. علي من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل علي. المحيي الامراء لبنان بدون تحيات يا علي تفضل. الله يخليك. الموضوع موضوع انه الاحتراف نشأ في اوروبا. كان هناك حل انه يحترف في بعض الانديه الاوروبيه لمده 6 أشهر وبعد هذا يتم انتقاله الى مانشستر يونايتد كما هو الحال مع حارس علي الحبتي وبعض اللاعبين التايلنديين المعروفين. ففعلا هذا هو الحل موجود ام لا ام يجو او طريقه ثانيه انه يختصر الوقت ويمكن ينتقل الى اوروبا وخاصه مانشستر يونايتد. بعزيز الشكر. نعم شكرا لك علي. بتمنى من نشأة ما يجاوبنا على هالموضوع ترك النقطه لنفوت بمحور مانشستر وبعد لانه نقطه كثير مهمه. بدي ارجع على موضوع قطر. ليش وجهتك قطر نشأت؟ ليش قطر تحديدا؟ ليش مش نادي اوروبي؟ يعني اللي قالوا عليه انا ما بدي اقول انه يكون هالنادي محطه على طريق مانشستر سيتي، بدي اقول ليش مش نادي الماني؟ ليش مش نادي فرنسي؟ وانت مرغوب يعني لاعب مطلوب. والله هي صراحه يعني ما لحد هاللحظه ماكو شيء رسمي يعني ما في اي شيء رسمي. انا حتى من اجلس مع مدير اعمالي اللي هو نجم اللي في اوروبا اللي موكل انا في اوروبا حتى من اجلس معه اقول له نجم انه اذا شيء موجود عندك على الطاوله اعرض لي اياه. انا حتى شفت يعني انا تركت نادي موافقه نادي العين تركت نادي العين ورحت لمانشستر. دوري الانجليزي مو اي دوري طبعا يعني ما اعتقد انه لاعب يقدر انه يروح هناك في الدوري الانجليزي ويلعب ويجرب تجربه. فاتمنيت يعني اتمنيت انه في عقود رسميه انه تجي عقود رسميه. الوقت مش مبكر انك تاخذ قرارك كنت نشأت يعني اليوم لينتهي الموسم باوروبا بعد في 7 أسابيع تقريبا. انا قلت لك انه صراحه انه همي الوحيد المنتخب الوطني. الضغوط اللي صارت على المنتخب في الفتره الاخيره ضغوط غير طبيعيه يعني حتى انا كلاعب يعني انه تشوف الاخ حسين قال انه عدم تواجدك بالمنتخب المنتخب تاثر فاخذ ناس يعني ناس انا من بالامارات من حتى من امشي في يعني في الاسواق او في هذه في جالية عراقية كبيرة تقول لي انه انت ما لعبت. انا افرح بهذا الشيء لكن بنفس الوقت هذا ضغط على لاعب يعني انه انا ما دا العب 4 شهور ما دا العب لازم انه اكون يعني لازم قلت لك انا لازم اللاعب انه يكون عنده نفس مباريات لازم انه تكون مشاركته كبيرة. وانا يعني حتى انا من رحت للدوري القطري ترى الدوري القطري مو دوري قليل. الدوري القطري باتستوتا لعب في الدوري القطري روماريو لعب في الدوري القطري لاعبين كبار على مستوى عالي لعبوا في الدوري القطري. يعني شوف احنا كل سنه الدوري القطري ممكن انه نادي يتسيد على الدوري هذا طب شيء جميل. هل اتفاقك مع نادي الغرغافة يتضمن صيغه انك تستطيع الانتقال الى اوروبا بطريقه سلسه فيما لو صحت لك الامور؟ حتى عقدي مع نادي العين ما كانت شرط جزائي انه موجود انه اذا جاني نادي من اوروبا انه اترك النادي واروح. لكن انه العلاقه الطيبه بين اللاعب وبين النادي هذه بكل الانديه معروفه احنا كلاعبين يعني العلاقه الطيبه اللي تربط الاداره واللاعب ممكن انه الاداره تشوف مستقبل اللاعب تشوف وضع اللاعب انه ممكن لاعب انا ممكن ما يتوفق في النادي اللي يكون موجود به مو شرط انه ينتقل لاوروبا ممكن ينتقل لنادي ثاني. فالعلاقه الطيبه اللي موجوده بين الانديه ممكن انه الفرصه موجوده مثل ما كانت فرصه مانشستر موجوده فاكيد انه موجوده يعني متى ما تشوف فرصه الحقيقيه. اخذ اتصال من هشام وارجع لهالموضوع اخرنا لهشام. مساء الخير يا هشام كمان من العراق تفضل. هشام بعدك معنا؟ انا بعتذر. نعم نعم. تفضل هشام. تفضل تفضل. السلام عليكم. سلام. ممكن اكلم نشأة اكرم؟ نشأت معك تفضل. تفضل حبيبي.
مبارك نجاح. حبيبي كل هلا. تفضل يا هشام. الله يخليك. من دون مقدمات، نشأت معك، وجه له ما لديك من سؤال وهو جاهز يجاوبك. احب اعرف مسيرة نشأت يعني وين لاين راح ينتقل. نعم، يعني هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه تقريبا لنا ربع ساعة. شكرا لك يا هشام. انت قلت انه الباب امامك في مانشستر سيتي ما زال مفتوح، وانا قريت حقيقه وبعتقد كل الجمهور قري تصريحات لمدرب الفريق، وهو مدرب غني عن التعريف، اشادت فيك بطريقه غير عاديه ومميزه، وكان كلام يقال عن اللاعبين الكبار اللي قالوا مدرب الفريق. انا اللي بقصده طالما الباب ما زال مفتوح، يعني يمكن انك تقدر تروح على اوروبا، ومهما كان نادي الغرافي كبير وهو محط احترام من قبلنا، الا انه اللاعب لإلك بأوروبا هو شرف لنا كعرب، وشرف حتى لأي نادي قطري ونادي عراقي. هل هناك صيغة ما تسهل انتقالك إلى مانشستر سيتي أو أوروبا فيما لو كانت الأمور فتح الباب لك، أم أن ناديك ممكن أن يقول لا نحن عايزين نشأة؟ من حق النادي، يعني من حق النادي اللي يتعاقد مع أي لاعب، يعني مو بس نشأة، يعني من حقه أنه يكون متمسك باللاعب، يقول أنا أريد اللاعب. انا لحد هاللحظه يعني قبل حد اليوم انا كنت انا وطالع انا وصالح، وكان زميلي صالح يسمع الموضوع، كان محامي انجليزي اتصل بي وقال لي انه بطاقه العمل، كنا نتكلم على موضوع بطاقه العمل، لكن العمل عفوا. فانا صراحه لحد الان يعني ما عندي جارنتي انه اخذ بطاقه العمل. هذه مشكله، انا ما احب ادخل بنفس الموضوع اللي دخلت بي في السابق، نفس صح. المشاكل ونفس هذه مشكلة لي أنا كلاعب، يعني تعرف متوقف 4 شهور إلى 5 شهور، وبعدين ممكن أنه ما أحصل على بطاقة، تعرف أنه الأندية. يعني نختصر الكلام أنه أنت راي على هالنادي القطري، وإذا جاء عرض احترافي مضمون من أوروبا تأمل من النادي الغرافة التعاون لتأمين مستقبل أفضل لك. تعاون موجود إن شاء الله. إن شاء الله، عظيم. بناخذ اتصالين كمان وبنرجع لعند الشباب باستديو. علي من العراق، مساء الخير علي. علي مساء الخير تفضل. عامر مساء الخير تفضل. عامر تفضل. الهيئة لا علي ولا عامر معنا. في الخطوط تعبانة. السلام عليكم. الو. عامر؟ الو. الو تفضل عامر. نعم تفضل. سؤال نشأت الله يخليك. نعم تفضل. بطولة أمم آسيا أثرت سلبا على المنتخب الوطني، وبالنسبة للمدرب زيارة أنا أشوف هو الأفضل، يعني القيادة المنتخب. نعم، هل في إضافة أخرى يا عامر؟ شكرا لك. شكرا لك. شكرا حبيبي. شكرا. بطولة أمم آسيا أثرت سلبا على المنتخب الوطني؟ يعني انا يا عامر ما بعرف كيف، بس انه لقب فرحنا فيه كلنا، مش بس العراقيين فرحوا فيه. بعتقد كل منتخب عنده دروب بعد. شوف صراحه هو مو دروب، يعني احنا حتى كانت في بدايتنا في امم اسيا في التصفيات الاوليه خسرنا مع سنغافوره في سنغافوره 2. مزبوط، يعني كانت بدايتنا يعني مو جيده، لكن انه الفريق بدا يعدل وضعه، بدا انه يرجع الى المنافسه، ورجع للمنافسه. طيب. مثل ما العراق حصل على بطوله امم اسيا، ما في شيء صعب بكره القدم. فييرا هو الافضل برايك؟ مع احتراماتي المدرب فييرا، مدرب كبير، ومدرب انا بوجهه نظري مدرب جيد وخدم المنتخب العراقي، لكن اللي موجود ما اعتقد فييرا انه يكون يعني انه يكون الافضل من عنده. المدرب كابتن عدنان حمد افضل مدرب في اسيا ومن افضل 10 مدربين في العالم. صح. احنا ليش ما نقتنع في المدرب المحلي؟ هذه مشكلتنا احنا كل العرب بصوره عامه. هل هو مدرب المدرب المحلي يكون دائما مظلوم، يعني دائما وجه انتقادات، كل الناس تنتقد به. فييرا قال بعد كاس اسيا انه